حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. وصلت العزوم بكل العزم معها العزوم الله العزوم هجن الشحانية صاحبة الشوط الرئيسي في المحل الرابع مع المركز الثاني بينما تفجر المفاجأة الليلة شمعة تفجرها شمعة بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني بقيادة عبد القادر البلوشي راشد بن عبد القادر البلوشي. سلام يا شمعة سلام سلام يا هذا الشعار سلام سلام لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. سلام عليك يا راشد يا بن عبد القادر يا البلوشي. شمعة 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 تنتزع الشوط الرئيسي تضيف النقطة الثالثة لها في هذا الموسم. سلام يا شمعة سلام تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني. بعضلاته المميزة بأدائه المميز بعروضه الأميز في هذا المستوى الرفيع في هذا المستوى الراقي ما شاء الله تبارك الرحمن. الواعي 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 انتظروا هذا الاسم بإذن الله في مهرجان المؤسس الذي سيكون في الشهر القادم. نعم هذا هو الواعي الواعي هو من احتل المركز الأول هو من انفرد بهذا الشوط. إذن سلام وتحية واحترام لمؤسسة هجن الشحانية والعاملين فيها وإداريينها بهذا المستوى الرفيع بهذا المستوى الراقي مع الواعي ومع عرض الواعي. تهانينا والناموس التهنئة موصولة للذهبي سالم بن جابر بن فاران المركز الثاني يا ترويج. بارك الله على هذا الانطلاق مع الشيدمان ومن تنطلق وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط بالمركز الأول دائما وأبدا وهناك شعاع اللي قادمة على المركز الثاني ولكن خلاص قفلت الشوط قفلت الشيدمان الشيدمان الله عليها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على هذا الأداء المتميز. واشكرك اشكرك يا الذهبي اشكرك يا الذهبي من تعشق هذا المركز دائما وأبدا وهذا الناموس المستحق مع الشيدمان بدون أي تعليمات تذكر عليها ما شاء الله تبارك الله بهذا الانطلاق والاندفاع وهذا التوقيت أيضا. تهانينا تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران. التحديات الانطلاقات الكيلو متر الأخير بل النصف الكيلو النهائي الحزام الأخضر لمن الناموس الله وصل بهذه اللحظات الوسمي الوسمي قادم يتسلل إلى البداية يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع البداية هجن الشحانية سالم بن فاران المري من يتابع لنا انطلاقة الوسمي مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. سلام الوسمي سلام سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية ولك يا الذهبي من قدم لنا انطلاقة الوسمي وقدم لنا الأسماء والنوعيات النادرة في هذا المساء. هجن الشحانية هي البطلة المتوجة في هذا الشوط وفي الأشواط الماضية الثاني والتبريكات المركز الثاني. والعرض التلقائي تنطلق خطيرة مشاهدين الأعزاء بشعارها الخطير بأداها المميز بشعار هجن الشحانية. تهانينا من هذه اللحظات مع الحزام الأخضر لهجن الشحانية والتهنئة للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري من رافقة خطيرة في عملية التضمير وهذه خطيرة تصل إلى خط النهاية محققة هذا الناموس المميز ومهدية هذا الناموس لجماهير وعشاق هذا الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فاران المري ولحظة الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز خطيرة بالمركز الأول المركز الثاني.
الأخضر كفو ينطلق هنا على البداية وعلى المقدمة بشعار هجن الشحنية. ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ الانطلاق، بدأ العرض المميز. كفو ينطلق بشعار هجن الشحنية، الذهبي سالم بن فاران المري مفوض أيضا قادم، ولكن كفو على البداية على المقدمة. تهانينا والناموس لهجن الشحنية، ومشكور يا الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا كفو. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز كفو ولحظة وصوله إلى خط النهاية. ها هو كفو بشعار هجن الشحنية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري ثاني الأسماء. وصل مفوض هجن الشحنية الشبل جابر بن سالم بن فاران. الأداء أساطير الشقب، أساطير الشقب، الله الوذنة ولا أساطير، الوذنة ولا أساطير، اللحظات الأخيرة، الأمتار المثيرة، أساطير الوذنة، الوذنة أساطير، أساطير الشقب، هجر الشقب، هجر الشقب في هذا المساء المثير، أساطير أساطير أساطير، وبالفعل أسطورة، ما شاء الله على هذا الأداء، على هذا التميز، على هذا الإبداع، أساطير الشقب تنتزع هذا الشوط. ومشكور يا سعيد، مشكور يا سعيد بن عبد الهادي الشهواني من قدمت لنا أساطير في هذا الشوط المميز. تهانينا والناموس لهجن الشقب سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني من قدم لنا أساطير وانتزعت هذا الشوط المركز الثاني. مسار عديل على المركز الأول، المركز الأول عديل من هجن الشحانية مع المشاغب، والمركز الثاني إدخان من هجن الشحانية مع الذهبي. من الرابح في هذا الشوط؟ الله 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 الله، منافسة ولا أروع هنا نتابعها من خلال هذه اللحظات مع الأمتار النهائية. إدخان عديل، عديل وإدخان، من المنتصر في هذا المسار وفي هذا الشوط؟ ولكن إدخان، إدخان 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 مع الصدارة، مع البداية من هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، ولكن عديل، عديل ودخان، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الله 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 الله، عديل ودخان، ولكن ادخان الأقرب، ادخان 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 ادخان، الله يا سلام. تهانينا لهجن الشحانية والتهنية موصولة للذهبي سالم بن فاران المري. بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتواجد في الصدارة مع الناموس المميز ينطلق مع هذا الأداء الجميل. هذه تغيير مشاهدي الأعزاء مع الحزام الأخضر والمنصة الرئيسية تقترب من تغيير وخط النهاية كذلك. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل ينتظر قدوم تغيير تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز مميز مع تغيير ولحظة الوصول والعبور إلى خط النهاية. نتابع تغيير مشاهدي الأعزاء تختطف هذا الشوط المميز. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز، والتانية إلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني. جاءت فيه سيوف لهجن الشحانية المركز الثالث، كول لهجن الشحانية المركز حافل. وعلى هذه الإنجازات المميزة ومشكور يا الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا الفايز على البداية بدون أي توامر تذكر، يرقص على صوت السماعة. تهانينا والناموس لهجن الشحنية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا الفايز بدون أي توامر تذكر، عصاه في بطانة. سلام الفايز، سلام. وتهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة في هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الفائز، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري. ها هي لحظة وصول الفائز إلى خط النهاية بدون أي توامر تذكر ثاني الأسماء.
النعامة مع المركز الثالث، سلسال مع المركز الرابع، ولكن بروة 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 مع المركز الأول. هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران بن جبران، من يقدم لنا بروة مع المركز الأول؟ من يقدم لنا بروة مع البداية؟ عصاته في بطانها، الله بن جبران بن جبران، من يقدم لنا بروة؟ هجن الشقب، يلا يا بن جبران، والله ما من كمان، والله ما من كمان، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذا التميز، على هذا الإبداع. من يقدم لنا بروة؟ شعار هجن الشقب وبن جبران، من يدفع ببروة في هذا الشوط المميز؟ تهانينا والناموس على فوز بروة بالمركز الأول. هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران، من قدم لنا الثنائية الجميلة على مقدمة الشوط. كنز 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 في المركز الأول، كنز في الصدارة. العوسجية تحاول انتزاع المركز الأول من تحت أقدام كنز. الله يا سلام، رقص ولا أروع مع الكبار في هذا المساء ما بين الثنتين، كنز والعوسجية، العوسجية وكنز، منافسة ثنائية بين الاسمين. من الرابح في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذه المنافسة، في هذا الشوط؟ الله الله، الأمتار النهائية، كنز، العوسجية، هجن الشقب، هجن الشحانية، من الرابح؟ الله الله الله، ولكن كنز، كنز من هجن الشحانية، الذهب الذهب الذهبي مع كنز مع كنز مع كنز، سلام كنز سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري اللي قدم